هذا ويشهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا لا سيما في الآونة الأخيرة ضمن رؤية المملكة 2030 المساهمة في زيادة وتنويع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات من 3% إلى 10% بحلول عام 2030. نعم، كما يعد القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية جزءا أساسيا من التحول الوطني الطموح الذي تسعى إليه المملكة لزيادة نشاطها الثقافي وإيصال رسالتها الثقافية للعالم بأسره. تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في القطاع السياحي على رفع عدد الزيارات السياحية إلى 100 مليون زائر خلال عام 2030، فكان الهدف من إنشاء وزارة السياحة السعودية منذ لحظاتها الأولى هو الاهتمام بالقطاع السياحي وتطوير جميع جوانبه، فأطلقت السعودية مشاريع سياحية ضخمة منها مشروع نيوم أو مدينة المستقبل التي تعتمد على أحدث التقنيات المستقبلية والذكية. موقع مميز بين ثلاث قارات، بين أهم معابر للنقل الجوي والنقل البحري. مثال على ذلك 10% من التجارة العالمية تمر بجوار موقع من خلال البحر الأحمر. طبيعة خلابة، جبال، وديان، سهول، شواطئ، شعب، جزر. في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج، في الصيف جو معتدل أقل بعشر درجات من بقية العواصم والمدن الخليجية. ومشروع البحر الأحمر ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية ومدينة القدية السياحية، وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي يقع جنوب غرب العاصمة الرياض ويحتوي على أكثر من 300 من المرافق الترفيهية والتعليمية. كما تطورت المناطق السياحية التقليدية كالطائف وأبها والباحة من خلال عدة مواسم ترفيهية تعود الحياة للمدن التاريخية. كما وتنص رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على إن الثقافة من مقومات جودة الحياة، فبدأت الانطلاقة المبهرة للقطاع الثقافي السعودي مع تأسيس وزارة الثقافة السعودية، وبعد 10 أشهر من تأسيسها أطلقت الوزارة الاستراتيجية الخاصة بها وحددت ضمن رؤيتها 16 قطاعا فرعيا، منها التراث والمتاحف والمواقع الأثرية والمهرجانات والفعاليات الثقافية وغيرها، من خلال حسمة أولى مكونة من 27 مبادرة منها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. وفي فبراير عام 2020 تم إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة تتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واهتماماته، منها هيئة الأدب والنشر والترجمة. وفي يناير 2021 تأسس صندوق التنمية الثقافي والذي يهدف إلى تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع الثقافي.